صباح الخير على احلى جمهور في القاره. ان شاء الله النهارده منصورين باذن الله. حسام عاشور النهارده يعني يكون يوم جميل بالنسبه له ونكسب الماتش ان شاء الله ويكون عيد ميلاد سعيد عليه ان شاء الله. يعني نتمنوا النادي الاهلي يربح ومرحبا بكم في المغرب وجه مآلي. يلا فوتر يا دايما اهلي. خير كابتن.